أنا عبد العالم دحلان من صعدة على الهاتف. عبد العالم، مرحبا بك، وما الجديد لديك؟ أهلا وسهلا. نعم، على غرار المعارك الدائرة في مديرية باقن، كان مدفعية الجيش أيضا ومقاتلات الجو قد رفضت بعض تحركات ميليشيات الحوثي على أطراف مركز مديرية باقن، استهدفت بعدد من الضربات التي كانت دقيقة، وهناك تقطع عشرة القتلى، يقدر عددهم ما يتجاوز 15 عنصر من ميليشيات الحوثي. كذلك أيضا استهدفت مركز اتصالات وعمليات لميليشيات الحوثي في نفس المنطقة. خسائر الحوثيين في مدينة باقن تتوالى تباعا، وتسقط عشرات القتلى سواء في استهداف مدفعية أو طيران، أو كذلك أيضا في تحركات القوات الحكومية التي الآن لا تتحاصر مركز مدينة باقن. المساحة التي لا تزال ميليشيات الحوثي تسيطر عليها هي قليلة جدا، لا تتجاوز حدودها عن 2 أو 3 كيلومتر. القوات الحكومية تذهب اتجاه الشرقي من محور عزال، لا يبعدهم عن المركز سوى 1.5 كيلومتر، بينما الجهة الأخرى وهي الشمالية القوات الحكومية ترابط على مسافة 4 إلى 4.5 كيلومتر على مركز المديرية. مع التحرك والتضييق الكبير التي تتلقاها ميليشيات الحوثي في مركز مديرية باقن، باتت الآن محصورة تماما، وعما قريب ستكون خلال الأشهر القادمة إذا ما استمرت هذه العملية العسكرية ستسقط هذه المواقع بالكامل. أيضا بالتزامن مع التحركات في باقن، كانت هناك أيضا تحركات كبيرة للقوات الحكومية في محور كتاف الذي يقوده اللواء رداد الهاشمي. كانت القوات الحكومية قد وصلت إلى مد الفارس، وهي سلسلة جبلية كبيرة استعادتها بالكامل. أيضا هذه الجبال تطل على وادي الفحلوين، وهي مساحة كبيرة توصل هذا الوادي إلى أطراف مركز مديرية كتاف. بينما التحالف أيضا والجو كان مشاركا في هذه العملية، كبدت ميليشيات الحوثي 10 القتلى، علاوه ايضا على تدمير عدد من الآلية القتالية التابعة لهم. ايضا من تحقيقات ميليشيات الحوثي كانت تحاول استخدام عدد من الفلاحين الى هذه المديرية، حسب ما افاد لنا المقاتلين والمشاركين في العملية. كانت ميليشيات الحوثي تحاول شن هجوم او يمكن تحاول تجميع قواها العسكرية في مديرية كتاف، لكن الضربة الأخيرة كانت قد أوقعت فيهم، وكانت مقتلية كبيرة بالنسبة لميليشيات الحوثي. ستكون أيضا الأيام القادمة في مركز مديرية باقن تحركات كبيرة، ويمكن إذا ما تقدمت القوات الحكومية بهذه الوتيرة العالية ستوصل إلى أطراف مديرية كتاف. وهذه ما كان ينتظره الكثير خلال الأشهر التي تقدمت فيها القوات الحكومية في كتاف. عبد العالم دحلان مراسلنا في صعدة والجوف، كنت معي عبر الهاتف، شكرا على كل هذه المعلومات.